السلام عليكم. انا كنظن بان المغرب دخل الكسكسو في طبق وكان راس مال لا مادي، وهذه مبادره مزيانه وكنفتخروا بها كمغاربه، لان الكسكسو كيبقى واحد الطبق اللي معروف عند المغاربه وطبق صحي، وحنا كنفتخروا بانه ولا كيتستعمل ك من راس المال لا مادي، وهذا افتخار لينا حنا كاملين كمغاربه. كيعجبني الكسكسو، الكسكسو هو طبق اللي حنا كناكلوه كامله كمغاربه، وطبق اللي كيبقى صحي اللي فيه الخضره، وراك عارف الكسكسو هو فيه سبع خضاري، وكيبقى راه غير ما كيتحط فهمتي حنا كمغاربه كيبان لينا بانه راه طبق كامل على جميع المحتويات وفوالا. دونك وهذه مبادره مزيانه، وكنتمناو يدخلوا حوايج اخرين، حيت المغرب عنده اطباق اخرين كبسطيله كا، وكنتمناو بان اطباق اخرين يدخلوا في راس مال غير مادي لا مادي. انا مغربيه كنسكن في المدينه القديمه، وكل جمعه كناكلوا الكسكسو، حيت دابا كندويو على الكسكس، وما كاين ما احسن من الطبق المغربي ديال الكسكس بالقرعه بالفلفله بخيزو سبع خضاري، كنديروها في راس العام ديالنا ديال المغاربه، كنديرو سبع خضاري، كاين اللي كيدير بالدياله، كاين اللي كيدير بالكرشه على حسب، كل اللي كيدير بالدجاج، المهم احسن كسكسو مغربي زائد الضغط ديال الجزائر في 1992. كنت في ليبيا ملي كان فيها الحصار، وملي كنا داخلين المغرب دزنا للجزائر وحصلنا في الجمعه تما، وما كيتقدم من وجده، وكريت الكسكسو معاهم، جابوا لنا شي ناس جزائريين، يعني شبه، ما كاينش اختلاف ما بين المغرب والجزائر، بالسمن ديالو بالفلفله حمراء بالقرعه بخيزو باللبس، يعني جميع ما يكون هما دايرينو باللحم، والافضل ديال المغاربه، حيت حنا كننوعوا، دابا ولات البلبوله ولا الزراع ولا بزاف ديال الكسكس خرج، وما كاين ما احسن من مغربي. اعتراف ديال اللي جا البارح في التلفزيون ديال الكسكس، يعني ما عندي ما نقول، مرحبا ومرحبا، وكنفتخروا ببلادنا وكنفتخروا بالاكله المغربيه. افتخروا بالكسكسو عندنا في المغرب، ومره في الاسبوع على الاقل مره في الاسبوع تناكلوه، وفيه الفيتامينات بزاف، ونتمنوا يجي شي حاجه اخرى من بعد الكسكسو. اطباق اخرى ان شاء الله من بعد، كاين البسطيله، كاين بزاف، كاين البسطيله بعدها هي اللي مهمه عندنا حنايا، ونتمنوا الشيء يلعب دور في السياحه المغربيه. سيدي حنا راه تنفتخروا بالكسكسو ديالنا المغربي، الكسكسو ديالنا المغربي معروف عالميا وكله فيتامينات، وتنفتخروا به بزاف، وعندنا اوكال، عندنا اوكال كثيره بزاف. السلام عليكم. اولا تحيه المغاربه كاملين في العالم باسره. حنا عندنا لا كويزين بحال سكسو، احسن سكسو في العالم اللي كتصوب الميما العيالات ديالنا في المغرب، والمغرب كاملين باسره. تحيه لنا السكسو ديالنا. الاعتراف منظمه اليونسكو بالطبق المغربي اللي هو كسكسي، هذا اعتراف، هذا فخر لنا وفخر جميع المغاربه وفخر للنساء ديالنا المغاربه، وان شاء الله نتمنى وان شاء الله التاريخ ديال المغرب يدخلوا اطباق اخرين، والقائمه ديال الاطباق راه طويله طويله، وان شاء الله بهذه الاطباق وهذه المائده المستديره ديال المغرب اللي تعرفت عليه المغرب في بقاع العالم، وان شاء الله بهذه الاطباق هذه كنشجعوا السياحه المغربيه، والتحيه لكل دار، والتحيه لكل نساء المغرب، والتحيه لهم من هذا المنبر وديما حسنيه.